السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا أهلا ومرحبا، يا أهلا وسهلا. معك خالد عبد الله من فلسطين. خالد، أنت اتصلت أمس صح؟ نعم صحيح. شنو كان آخر شيء بيني وبينك؟ كان آخر شيء إنه يا إما تكون فاطمة على حق أو أم أو يكون أبو بكر على حق. اي اذكر هذا الشيء صح. نعم صحيح. بحثت، الحين أنا بسألك سؤال، تفضل يا شيخ. طبعا. بحثت ان شاء الله، يعني بحثت بالموضوع إن شاء الله إن شاء الله. يعني. تفضل، انت من فلسطين صح؟ نعم صحيح. تفضل. الآن يا شيخ، فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذهبت لأبو بكر وطالبت بالإرث من أبيها في أرض فدك وخمس تبقى من خيبر، هذا يعني هذا خطأ، هذا كان خطأ. وأنت قلت سألت إن في حال أبو بكر أعطاها فهل تكون أكلة حرام؟ في حال دقيقة دقيقة، فاطمة نقطة نقطة. أخ خالد، ما دامك أنت بحثت وجيت فإن شاء الله محمل بعقيدة أهل السنة اليوم، جيد؟ أنا وقت نعم. نقطة. أولا، طلب فاطمة من أبي بكر طلب خطأ محرم، صح؟ صح، خطأ. بس خلينا نكمل لك يا شيخ. هو شنو؟ الآن أنت تقول نعم. أنت ليش؟ الآن ليش؟ هل إذا أنا أو أي إنسان خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام هل هو في النار؟ اي نعم، مخالفة سنة النبي نعم تدخلني النار. مخالفته معناها كذب علي يا اخو، يعني انت ما جاي تصدق. كذب على مين؟ على النبي. انا خالفت سنة النبي. هو انت دقيقة دقيقة، اقول لك شيء. سنة النبي عليه الصلاة والسلام، انا خالفت سنة من سنة، اقول لك شيء، لم افعل سنة من سنن النبي. دقيقة، هل هذا يدخلني النار؟ لا، لم تفعل السنة. اكو فرق انه انت تردها تكذبها، اكو فرق. اضرب المثال عدل لو سمحت. نعم صحيح. انت قل الان فاطمة اخطأت. انت قل بطلبها. لا دقيقة دقيقة، اخطأت بطلبها الميراث. دقيقة، أنت لكن هل أضرب هل المي... أضرب هل المثال تفضل. دقيقة، أضرب المثال بطريقة صحيحة أخ خالد لو سمحت. نعم. أنت لا تقول لو تركت سنة من سنن النبي هل أنا في النار، أنت قل لو رددت سنة من سنة النبي رددتها وكذبتها هل أنا من أهل النار أم لا؟ أقول لك نعم. نعم شيخ. ففاطمة ردت سنة النبي، كذبت سنة النبي. نعم. الآن شيخ، الشيخ الآن أنا بدي أسألك سؤال، هل يوجد شيخ سني يقول مثل ما أنت بتدعي؟ أي نعم، أن السنة بيقولوا فاطمة بالنار. نعم. هل يوجد، إذا في شيخ سني واحد بس قول لي، نعم، في شيخ سني بيقول نعم أنه فاطمة بالنار؟ نعم، يوجد مشايخ أهل السنة، البخاري ومسلم. نعم. أو ايش بقول؟ البخاري بيقول فاطمه بالنار. هي يقول فاطمه انكرت كذبت. وين بقوله؟ هذا اللي ناقشنا، وين بقول اللي ناقشناه انا وياك، انه فاطمه. دقيقه دقيقه دقيقه. نعم. انت شو الان غيرت الموضوع، مو مشكله. انت الان تريد شيخ سني، هذا شيخ السنه يقول انه فاطمه ماتت مكذبه ناكره لسنه النبي، ومسلم يقول اللي يفعل هذه الاشياء منه. نعم. بخاري قال أن فاطمة ماتت ميتة جاهلية. نعم. أعطيني الحديث. هو هذا الحديث نفسه. غضبت. إيش الحديث؟ ما شايف. اللي غضبت. شايف. اللي غضبت. فاطمة غضبت. أي غضبت. ولكن غضبها لم يكن على حق. جيد. غضب. جيد. غضبت. أبو بكر لم يكن على جيد. حق. غضبت. غضبت. لماذا؟ غضبت لأن أبا بكر ردها ولم يعطيها أبو بكر من النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر ردها بماذا؟ ردها لأنها جاءت. ردها بماذا؟ ردها إيش؟ ردها بماذا؟ ردها بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففاطمة غضبت على سنة النبي. نعم، غضبت على سنة النبي. نعم. أي أنها كذبت لسنة النبي. لم تكذب سنة النبي، هي أخطأت.
الان انت انت الان اذا اذا تذكر لي حديث عن النبي وانا اغضب هذا رد ولا مو رد؟ شنو هاي؟ خليك صريح خالد، خليك صريح رجاء. نعم خليك صريح. نعم خليك صريح. نعم الذي يغضب لانه يسمع حديث يعتقد انه كذب هذا راد لسنة النبي ولا ما راد؟ خليك صريح. راد لسنة النبي. نعم ففاطمة ردت حديث النبي مكذبة للنبي فيتبوأ مقعدها من النار. نعم لا 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 شيخ شيخ ليش لا, لا. شيخ الآن الإنسان إذا رد سنة النبي حتى إذا رد سنة النبي وتاب فإن الله يتوب عليه. أين والآن فاطمة جيد أين التوبة جيد أين توبة فاطمة عن ردها لسنة النبي؟ أنا كمسلم سني موحد أريد أشوفها، لأن عائشة في نفس الرواية يا أخ خالد تقول أن فاطمة ماتت وهي غاضبة على سنة النبي إلى مماتها هي غاضبة على أبو بكر. أبو بكر على أبو بكر سنة النبي رجاء. نعم أبو بكر خويا ما غضبت على خشمه الله يخليك ركز، غضبت على الكلام القال، الكلام القال سنة النبي. نعم ففاطمة ماتت وهي غاضبة على سنة النبي فما كتب. نعم نعم صحيح فاطمة ماتت غاضبة لأنها لأن أبو بكر طبق سنة النبي هذا صحيح. ففاطمة ففاطمة ماتت غاضبة على سنة النبي، ناكرة لسنة النبي، راد لحديث النبي، والراد على النبي كالراد على الله. ماتت غاضبة برضو لأنها لم تأخذ خمس غنائم خيبر. الآن ما عليه يترك عنك غنائم. ماتت. نعم. نعم فاطمة ماتت غاضبة أبو بكر هذا موجود في الحديث صحيح غاضبة صحيح. على سنة وطلب النبي. فاطمة كان خطأ. نعم كان خاطئ أيه. فهي الآن مكذبة رادة نعم. لحديث النبي واضح. نعم فاطمة لم تكن تعلم علمت أنا أقول لك يا شيخ جيد لم تكن جيد علمت الحديث لم تكن تعلم جيد لم تكن تعلم جيد جيد أصعد شوف راح أصعد شوية لفل كمسلم سني موحد اسمع فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لم تكن تعلم رضي الله عنها رضي إذا كانت فاطمة مؤمنة تقبل سنة النبي كان من المفترض أن تقبل شهادة المهاجرين والأنصار على رأسهم ولي أمر المسلمين أبو بكر إلا إذا كان في قلب فاطمة شيء من غير الإسلام فرفضت سنة النبي وهذا هو الصحيح. فاطمة لم يكن في قلبها شيء على الإسلام. إذن أنكرت سنة النبي كان هناك خلاف سياسي. إذن أنكرت سنة النبي متعمدة. تحملني يا شيخ وخلي عندك يعني وسع صدرك. بس أنت شنو خالد؟ خالد أنا ترى جاي أحس بمعاناتك الحكي بيناتنا. كل شوية أنت جاي تختنق. مو عارف شنو تقول. كل شوية تنكبس. بس أنا مشيها. بس أريد من عندك شيء. خلك منصف. تفضل. يعني لا تعاند. بس خلك منصف. نعم لا ما عاند تفضل خلك مص مو انا حاس بيك اكثر من مره انكبست انت وانا مشيتها اريد اشوفك شنو تسوي بس تعيد الكلام خلك منصف فاطمه طيب تعطي كذبت نعم. ردت طعنت بسنه النبي انتهى الكلام طيب ماتت وهي على هذه الحاله ماتت تعطيني مجال تفضل اتكلم الان الله يزيد فضلك يا شيخ فاطمه لم تكن تعلم بأن الأنبياء لا يورثون لم تكن تعلم مردينة أبو بكر تطلب مردينة مو قلنا علمت مو إجت لأبو بكر الحين علمت من أبو بكر نعم الآن يا شيخ في ذاك الوقت مو علمت ذاك الزمان خليني أكمل لك يا شيخ خليني أكمل لك بعرف أنها علمت أن أبو بكر يطبق سنة النبي وأن النبي لا يورث طيب علمت من أبو بكر أنا فاهم عليه إيه الآن نتيجة أن في ذلك الوقت كان في خلاف مسبق ما بين فاطمة وما بين أبو بكر في خلاف سياسي كان ما هو خلاف يعني شنو فاطمة كانت تريد الخلافة؟ لا كان علي بن أبي طالب يريد الخلافة فهي من زوجها فهي من أجل الخلافة زوجها طعنت بسنة النبي هذه أقوى لم تطعن بسنة لا طعنت ردت علمت بالحديث اي ردت علمت بالحديث ردت
علمت بأن أبو بكر يطبق سنة أخي النبي ردت أخي غاضبات. أخي أخي نعم. أنا الآن نعم. كمسلم سني موحد إحنا تفضل. معركة نعم. فاطمة مع أبي بكر شنو استفادينا من عدها؟ شقت عصا الأمة، ولدت لنا رافضة مجوس يسبون سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدتنا عائشة. هذا اللي سويته فاطمة مو سهل. أنا ما أقبل عليك كمسلم سني موحد، والله ما أقبل، ما أقبل، هذا مو لعب. فاطمة شقت عصا الأمة، خالفت الجماعة، خالفت سيدنا أبو بكر، خلعت يد الطاعة المفترضة عليها الواجبة من قبل أبي بكر، ولدت لنا مجموعات رافضية السب وتطعن بأبو بكر بسبب موقفها. فاطمة شقت عصا المسلمين، فاطمة طعنت بالنبي، أول شخص يطعن بسنة النبي فاطمة. انطيني واحد غيرها، ماكو. أول امرأة هي التي فتحت باب الطعن بسنة النبي، هي التي طعنت بحديث النبي، هي التي أرادت أن تأكل حرام متعمدة، هي. كلام هذا ما مقبول أبدا، أي تبرير مرفوض. لا أرى هنالك تبرير لفاطمة، لا أرى تبرير. يا شيخ اعتبرني جاي أطلب منك العلم، اعتبر إني أنا جاي أطلب منك العلم، وتفضل أنت وضح المسألة. أنا بدأ أفهم منك حضرتك يا شيخ. فاطمة ماتت وهي على غير نعم. ملة الإسلام كالمنافقين، كما قال الشيخ ابن تيمية. شيخ أنا بقول لك يا أخي، أنا بدي أستفيد منك أنت، أنا بدي أخذ العلم من 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 جنابك يا شيخ. يعني الآن شنو تريد أحول؟ في مجالك وضح لي الحديث. أوضحه بالطريقة الشيعية؟ نعم، وضح لي بالطريقة الشيعية. الآن قفلت عندك بعد من طريقة السنية، صح؟ قول للناس حتى الناس تعرف. شيخ ما أنا الآن لا قفلت، وضح لي. لا تعاند. ما أعاند. أي بالطريقة السنية قفلت. فاطمة ماتت من أهل النار، انتهى الكلام. قول الطريق السني قفل. أقول ماتت من أهل النار. أنا ما طيب تفضل يا بارد. ماتت. أقول شيخ أنت لا تقول أنها... أنا أريد كتبك، ما أريد أنت تقول لو سمحت. لو سمحت كتبي ما تقول فاطمة بالنار. لا تقول هذا الكلام. رضي الله عنها وأرضاها. هذا الكلام لأي شيخ سني يقول فاطمة في النار أنا بدأ أتشيع. نعم كافي. أي شيخ سني. نعم ما نعطيك أي شيخ سني. كانت عندها شيخ سني. أي نعم شيخ السنة مو يقول شيخ. يقول أن فاطمة ماتت ميتة جاهلية. أعطيني إياه. أي نعم. شو؟ قبل قليل اتصل واحد من الكويت قال مات فاطمة ماتت ميتة جاهلية، واتصل واحد من سوريا قال ماتت ميتة جاهلية. عموما الميتة الجاهلية، وهنالك أيضا ميتة أهل النفاق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فاطمة كانت فيها صفة المنافقين. اسمع أنت تعرف شنو اللي صار؟ أعطيني أقرأ وين؟ في كتاب منهاج السنة لابن تيمية. اكتب معي، اريد افتح على جوجل. اي اكتب معي. احنا انا وياك متفقين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، صح؟ صحيح مضبوط اكيد. اكتب متفقين. اكتب ثم من دقيقه اكتب ثم من المعلوم نعم. لكل عاقل نعم ابن تيمية منهاج السنة نعم نعم جاهل. جاهل شنو؟ يعني ادخل على البحث الان. اي اعطيه بحثي. نعم كلامه معروف ومشهور طبعا في مواقع كثيرة.
وين يا شيخ؟ أنا ما شايف في حديث عن فاطمة، في كلام عن فاطمة. أنت طلع لك الكلام من المرافقين، طلع لك الكلام. نعم. طيب اقرأ كتاب منهاج السنة النبوية المكتبة الشاملة الحديثة. طيب ادخل عليها، ادخل يعني دخلت الكلام طلع لك، اقرأ لي لو سمحت. نعم اقرأ لي ثم اقرأ من هذه الكلمة، ثم من المعلوم لكل عاقل، ثم من المعلوم لكل عاقل ابن تيمية منهاج السنة. اقرأ الكلام أخي شبيك. كتاب منهاج السنة النبوية. كيف الكلام طلع لك الكلام اللي هذا، ثم من المعلوم لكل عاقل أن عليك. اقرأ الكلام. لا ما ما طلع عندك؟ طلع عندي موجود. طيب اقرأ لو سمحت. من المعلوم لكل عاقل أنه ليس في علماء لحظة يا شيخ، لا أن المرأة إذا طلبت ليس في علماء المسلمين أحد رافضي، الرافضة ولهذا يقال فيهم ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة. منهاج السنة النبوية، هذا قصدك؟ ما أدري، بس ادخل. أنا بس أريدك تقرأ كلامه هسه، بس أريدك تقرأ كلام الشيخ، هذا كلام المواقع معيك، بس شوف كلامه هذا اللي هو بدايته ثم من المعلوم لكل عاقل أن المرأة إذا طلبت مالا من ولي أمر، لو سمحت. لا والله ما طلع عندي. دقيقة. نعم صحيح طلع عندي. هي يا أخي والله يلا طلع عندك، اقرأ لو سمحت، بس اقرأ. اقرأ الله يخليك. أنت جالس تقرأ بينك وبين نفسك حتى بعدين تجهز أجوبة، ما يصير. لا أنا لحظة شوي، أنا معك أدور عليها. يلا اقرأ، إذا طلع لك اقرأ لو سمحت، لا تخاف أنا وياك، لا تخاف اقرأ. أراد عمر وعلي رضي الله عنهم ما أن تسافر للحج سفرا من العمرة، يمكن ما هو هذا اللي أنت قصدك عليه. دقيقة أنا طلع لك، خلاص أنا طلع لك الحديث، انتظر. سبحان الله، بس كتاب طلع لي، سبحان الله. أنا الآن راح أرسل لك إياه على الواتساب، دقيقة. نعم. أرسل رسالة لو سمحت على الواتساب، أرسل رسالة. نعم. أرسل لي. لا وينك انت على الواتساب؟ ما موجود. ارسلت لك رسالة على الواتساب. اي طيب شوف الان ادخل على هذا الرابط لو سمحت. نعم انا ارسلت لك الكتاب طبعا، اول صفحة تطلع. نعم. منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 204. نعم صحيح. اقرأ لنا بالله. ابن ابي ابي أحد إذا أعظم أفضل إلا البخاري التي الحديث الحسن الذي لا وين الذين جد. الرافضة دقيقة أم الصحابة أنت الصراحة. وين أنت يا رقم الصفحة يا هذا يا صفحة جاي تقرأ يا رقم أي صفحة؟ نعم اذهب إلى 245. لحظة245.
نعم طلع أي لك، صفحة يا شيخ؟ طلعت لك، اقراها لو سمحت. ما هو نفس الموضوع؟ انت قال الرافضي اي الان هو أن الإمامية أخذوا دقيقة مذهبهم عن الأئمة المعصومين المشهورين بالفضل دقيقة دقيقة، العلم انت يا والجود رقم، والورع. دقيقة اخي يا رقم جاي تقرأ. أنا عملت بحث على 245. اي بدايتها بل اعطاه لجميع المسلمين، هذه بداية الصفحة انا طالع عندي. لا تسوي بحث، اقرأ من عندك. جيد. يقول: ثم من المعلوم لكل عاقل أن المرأة إذا طلبت مالا من ولي أمر، هو شوف هنا ابن تيمية يرد على شيخ شيعي، جيد أقول حتى نكون صريحين، هو يرد على شيخ شيعي، بس شوف الكلام اللي راح يقوله ابن تيمية منطبق على اللي صار بين أبو بكر وفاطمة ولا ما منطبق؟ يقول: ثم من المعلوم لكل عاقل أن المرأة إذا طلبت مالا من ولي أمر فلم يعطها إياه لكونها لا تستحقه عنده، وهو لم يأخذ ولم يعطه لأحد من أهله ولا أصدقائه بل أعطاه لجميع المسلمين، وقيل أن الطالب غضب على الحاكم، أي أن فاطمة غضبت على الحاكم، هو جاي يضرب مثال، كان غاية ذلك أنه غضب لكونه لم يعطه مالا، وقال الحاكم أي أبو بكر: إنه لغيرك لا لك، فأي مدح للطالب في هذا الغضب؟ يعني يقول إنه فاطمة ما حد يقدر يمدحها إنه هي غضبت على أبو بكر كما يقولون الرافضة، جيد؟ جيد. وكيف والتهمة عن الحاكم الذي لا يأخذ لنفسه أبعد من التهمة عن الطالب الذي يأخذ لنفسه؟ يقول الشيعة يستعملون هذا كدليل لفاطمة بينما هو تهمة إلها إنه هي جاي تطلب شيء حرام، جيد؟ جيد. وذلك الحاكم يقول: إنما أمنع لله لأني لا يحل لي أن أخذ المال من مستحقه فأدفعه إلى غير مستحقه، والطالب فاطمة يقول: إنما أغضب لحظ القليل من المال، غضبت من أجل المال، أليس من يذكر مثل هذا عن فاطمة ويجعله من مناقبها من صفة المنافقين الذين قال الله عنهم: إذا أعطوا رضوا وإذا منعوا غضبوا؟ انت قاعد تقرا يا شيخ الحين؟ انت قاعد تقرا؟ اي نعم جاي اقرا. نعم نعم فابن تيميه اعطى صفه المنافقين لفاطمه انها اذا اعطيت رضيت واذا منعت غضبت، يقول هذا من صفات المنافقين اللي النبي كان يستعمل هذا الشيء معاه. نعم شيخ الاسلام ممكن تريد شيخ هاشم؟ أي نعم. إذا كان ابن تيمية يقصد فاطمة رضي الله عنها أنها منافقة، بل هو المنافق، إذا كان يقصد فاطمة بالنفاق، لا هو المنافق. طيب أنت شنو؟ مش... أنت ليش أنت شنو اللي منعك أنه تعتقد فاطمة امرأة منافقة؟ لأنها كانت بنات النبي عليه الصلاة والسلام. هي معصومة؟ وهي من آل البيت. دقيقة، هي معصومة؟ فاطمة أنا لا أقول أنها معصومة. ما لا مش معصومة. جيد ما معصومة. لا ما معصومة. فاللي سوته الخلاف اللي خالفته خروج عن سنة النبي. نرجع للنقطة الأصلية. أنت شوف أخي الكريم، أنت الآن قبل قليل، شوف أنا هذا الأسلوب ما أحبه. نعم.
المشاهدين كلهم يشهدون، وأعتقد أنت تشهد على نفسك، قلت إذا أكو شيخ سني واحد طعن في فاطمة أنا أخرج من التسنن أو أصير شيعي، أو قلت هيك شيء على ما أذكر. يوم اللي أنطيتك الدليل حطيت لي إذا، إذا كان يقصد وإذا كان يقصد فهو كذلك من القاصدين. ما 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 حديث ما هو هو شنو يقصد فاطمة؟ أعطاها صفة المنى. شلون ما يقصد فاطمة؟ جالس يتكلم عن فاطمة، قال اسمها، يقول أن فاطمة، إيه قال اسمها فاطمة، إيه هذا قال اسمها، قال اسمها، قال أليس من يذكر مثل هذا عن فاطمة إنه هي تطلب مال حرام هذا ولا يعطيها ثم تغضب، أليس هذا من صفات المنافقين؟ شنو بعد تريد؟ يكتب لك فاطمة في النار ثقيلة شوية سامحة عذرة، يقول لك فاطمة منافقة وافتهمها. شنو الحكي هذا؟ شنو اللعب؟ تلعبون شنو؟ كلام واضح، صفاتها صفات منافقين، لا لازم يكتب فاطمة في النار ويجيب طرطة ونفاخ ويحتفل. شو مو لازم؟ قاعد يتكلم بكتبهم، قاعد يقول لك علميا، علميا روائيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال القرآن اللي بقى من عند داج ما كلاه، فاطمة ماتت وهي فيها صفات المنافقين، إذا أعطيت رضت وإذا منعت غضبت، هذا من صفات المنافقين، والقرآن يقول المنافقين في الدرك الأسفل من النار. شنو بعد هالمراوغة؟ مراوغة شنو هاي المراوغة؟ وتاليتها وبعدين الناس تضحك علينا، والله تضحك علينا، بعدين يقول لك ليش احنا ما نجتمع، ليش احنا ما نتثقف؟ مراوغة يا اخ خالد، انا احترمك، انت انسان محترم، هاي مراوغة، وانت جاي تحس بنفسك جاي تراوغ، تحس بنفسك، انا حاسس بيك، ماكو داعي، كلام واضح. سنة أنا وياك فاطمة كاذبة على النبي، متعمدة رادة لسنة النبي، شيخ الإسلام والمسلمين يقول فيها صفة المنافقين، وين تروح؟ طيب نرجع للطلب اللي طلبته منك، أقول لك اعتبرني جاي أطلب العلم منك، وضح لي أنت الحديث، لأنه قفل من طرق السنة صح؟ قول يقولها يا أخي، اعترف يا أخي، عيب عيب والله العظيم عيب، يعني أنا شنو أمتزع من عندك اعترافات؟ اعترف يا أخي، يا أخي اعترف، قل يا شيخ أمير من طرق أهل السنة الموضوع قفل، ماكو أي مجال، فاطمة طاعنة بسنة النبي معناها بالنار، رجاء يا شيخ أمير أنا الآن مو قادر أتحمل كتبي، اشرح لي من طرقكم الشيعية، قول هذا الكلام مو عيب، تفضل اشرح لي اياه من طرقكم الشيعية، لانه قفل من طرق السنة صح، لانه انا على قولي ثابت ان فاطمة اخطأت بطلب، انا اقول لك فاطمة اخطأت، انا اقول لك فاطمة أخ خالد، أخ خالد انت جالس تعاند، انا هذا العناد ما احب، ما عاند، تفضل وضح لي انت، لا ما وضح لك، وضح لي، لا ما وضح لك، انا ما وضح لك الا اذا تقول من طرقي قفل، بعد ما بيها مجال، فاطمة من أهل النار ماكو مجال. أما لا ما أقول فاطمة. لا خلاص أنت مو قادر. اللهم صل على محمد. هذا كذب أخ خالد، هذا كذب، محترماتي لك، أنت إنسان. لا أنت ما تكذب، أما أقصد تكلم معتقدا كذب. أنت ظاهرا تقول هذا الكلام، أما اعتقاد حدثني عن كتبك كذب. ظاهراً إيه؟ اعتقاد كل السنة ماكو باعتقاد، هذا كتب السنة أخي الكريم، كلام منصات أنا ما أحب، كلام خطب جمعة ما أحب. أخ خالد لو سمحت أعطيتك مجال هواي، ترى كلام خطب جمعة ما أريد، كتبك تقول فاطمة أرادت أن تأكل حراماً ولأنها لم تأكل الحرام ماتت وهي غاضبة لأنها لم تأكل الحرام، بدون كلام زايد لو سمحت، عندك دفاع تفضل. كلامك صحيح. اخو هذا بعد واضح يا اخ خالد، واضح الموضوع، واضح الحديث، واضح ان الحديث كذلك مثل ما تقول، صحيح الحديث واضح. طيب انا الان اشرح، ان تاخذ ما يخالف سنه النبي عليه الصلاه والسلام، لان بكر ردها ماتت وهي غاضبه، صحيح، والأدلة كلها تشير إلى أنها ماتت طاعنة بسنة النبي،
اي غاضب غاضب على سنه النبي. اخ خالد لا تلعب وياي رجاء، ترى تعبنا. نعم لا ما العب انا وياك، اقول لك غاضب غاضب ما تتغاضب ابن ابو بكر. لا ابو بكر لو سنه النبي شو مصيبه. ها نعم ابو بكر لو سنه النبي غاضبه غاضب لانه بكر ردها ردها ولم يعطها حقها او مطلبها من الميراث، والانبياء لا يورثون. ردها ردها بكر وماتت غاضبة. ردها بسنه النبي. نعم نعم. ففاطمه ففاطمه ماتت وهي غاضبه على سنه النبي، غاضبه على ابو بكر. أخ خالد عيب، أخ خالد ترى أنا الآن مو عارف، أنا المفروض أغلق عليك الخط، مو أنت شوي أنا يعني ما أدري يعني، يعني أخ خالد لو سمحت لو سمحت، عيب هذا الأسلوب والله العظيم عيب لو سمحت. يا شيخ برضو أنت لا 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 تقولني لا تقولني. أنا ما أقولك الكلام واضح، أنت جالس راح نعيد من جديد، راح نعيد من جديد كأنما مدرسة، يلا مدرسة مدرسة مرحلة أولى. واضح الكلام. أنا راح أعاملك، أنا الآن راح أعاملك معاملة مدرسة مرحلة أولى. خالد عمو فاطمة ماتت لأن أبو بكر خشمه كبير؟ لا. فاطمة ماتت لأن أبي بكر عمامته غير جميلة؟ لا لأنه اسكت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت اسكت اسكت. بوفر عليك الوقت. لا 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 توفر، صار لك ساعة تلعب. فاطمة ماتت لأن أبو بكر وضع النعال في فمه؟ لا. فاطمة ماتت لأن أبو بكر كان خالع لملابسه؟ لا. فاطمة ماتت لأن أبو بكر كان لابس أحمر؟ لا. فاطمة غضبت لأن أبي بكر تكلم عن شحة الماء؟ لا. فاطمة ماتت لأن أبي بكر جلس على المنبر؟ لا. فاطمة ماتت لأن أبي بكر أخرج من فمه حروف عربية؟ لا. فاطمة ماتت لأن أبي بكر تكلم بسنة النبي؟ نعم. لأنه لم يعطيها حق. نعم نعم نعم. فاطمة ماتت لأن أبي بكر تكلم بسنة النبي؟ نعم. كافي عناد، خب واضح بعد واضح. نعم حسب نعم. هسه تركك شوية راح تقولي لا ماتت على أبو بكر، حسب هسه تركك شوية شوية ماتت غاضبة. صحيح ماتت غاضبة لأنها على شنو؟ غاضبة على شنو؟ لأن أبو بكر لم يعطيها. يا الله راح أسامحك قبل لا أغلق عليك الخط. ماتت شنو؟ قبل قليل اعترفت. أقول لك ماتت لأن أبو بكر طبق سنة النبي. يعني ماتت لأن سمعت سنة النبي. ماتت غاضبة. غاضبة على سنة النبي. يا شيخ أنا الحديث بالطريقة هاي ما ينفع. ما ينفع. شكرا لك يا خالد، يا أهلا وسهلا. روح خلي يضحكون عليك بمنابر الجمعة. أننا نحب فاطمة. أنها رضي الله عنها. أن النبي صلى الله عليه وسلم يصعد السلم. وإننا نحب أبقوا هناك يضحكون عليكم. كلام واضح. كلام واضح، تضحكون على الشيعة. حتى تأخذون من طبخهم من الحسين عليه السلام. هذا الكاتلتكم. هذا. تستحون من الشيعة. تستعارون. عندكم تقية. تخافون. جبن عندكم. جبناء. على الأقل الشيعة صاروا أشجع من عندكم. صاروا يلعنون عائشة عينك عينك. قبل كانوا يخافون. صيروا شجعان. هذا عقيدتكم. هذه عقيدتكم. تراوغ. تلعب. تجي منا. تصعد منا. تضحك على أبنائك. تضحك على عائلتك، تضحك على أهلك، على ناسك، على منو تضحك؟ على منو تضحك؟ أمشيها لك تريد بسهولة؟